واوعدك ان مع الحمية الغذائية دي الرضاعة الطبيعية تزيد. الرضاعة الطبيعية تزيد يعني هعمل رجيم ينقص لي وزني وكمان الرضاعة الطبيعية تزيد. ايوه يا نهار ابيض، حسين كده هيولع في نفسه. نص فرخة مشوية، نص فرخة مشوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وأذكركم بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى لأن بها نسعد بإذن الله تعالى. طيب، ولدتي وحسيتي إن اكتسبتي شوية وزن زيادة، بقيتي كلبوزة شوية بعد الولادة ونفختي والمقاس اللي انت كنت بتقيسيه قبل الحمل ما بقاش يعني. طيب المشكلة دي مشكلة عويصة؟ لا ان شاء الله مش مشكلة عويصة ولا حاجة. طيب انا عايز اعمل حمية غذائية بس خايفة لما اجي اعمل رجيم الموضوع ده يؤثر على الرضاعة الطبيعية. طيب هوعدك في حلقة النهاردة هأكلك اكل حسين نفسه جوز حضرتك هيتضايق من المصاريف اللي هيدفعها في الاكل ده، بس اعمليها وبس، مش عايز اي حاجه جانبيه، تمام؟ طيب واوعدك ان مع الحمية الغذائيه دي الرضاعه الطبيعيه تزيد. الرضاعه الطبيعيه تزيد يعني هعمل رجيم ينقص لي وزني وكمان الرضاعه الطبيعيه تزيد. ايوه بس التزمي باللي احنا هنقول عليه. طيب لو حبينا نلقي نظره كده هنفطر ايه؟ هفطرك رغيف خبز كامل، رغيف عيش بس يكون من القمح الكامل اللي هو من الدقيق الاسمر اللي معمول بالرده، مش عايزين عيش ابيض ولا خبز ابيض نهائي. اتفقنا؟ طيب هاكلك في الفطار بيضتين مسلوقتين، بيضتين مش بيضه واحده، لا بيضتين. هشربك كوبايتين حليب، كوبايتين حليب مش كوبايه واحده، لا كوبايتين. مش مكفيني، طب خدي معاها 30 جرام قطعة جبنة قريش. طيب حلو قوي كده، حلو قوي كده، ده فطار عظمة قوي. بيضتين مسلوقتين، قطعة جبنة قريش، ورغيف كامل، وكوبايتين حليب، أنا عايزة أكتر من كده إيه؟ طيب في الغداء هنتغدى إيه؟ هتغدينا إيه؟ نص فرخة مشوية، يا خبر أبيض. حسين كده هيولع في نفسه. نص فرخة مشوية، نص فرخة مشوية، لا محمرة، ممكن تبقى مسلوقة ماشي، لكن مش عايزينها بالزيت خالص، نص فرخة مشوية. ومعاها طبق رز، والطبق الرز معاه كمان نوع من أنواع الخضار ويا حبذا، مثلا زي السبانخ، الكوسة، البسلة، الفاصوليا الخضراء، الخضار مهم جدا. طيب اتغدينا حلوة قوي، نيجي بقى عند العشاء. في عندك هنا كمان حاجات ما بين العشاء والغداء والحاجات دي، عندك ثمرتين فاكهه، ثمره موز وثمره تفاح. الله حلو قوي. او اي ثمره بتختاريها بنفسك. طب جميل جدا. العشاء اتعشى ايه؟ هتتعشى يا ست الكل زبديايه، زبادي او الياجورت. معرفش بقى في بعض البلدان، انا هطلع لكم صورته وخلاص عشان ايه بدل ما اقعد احكي كذا لغه، فهو علبه زبادي. طيب علبة الزبادي دي ممكن يكون معاها ثمرة من ثمرات الفواكه اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب تمام، ده مش هيأثر على الرضاعة، ده احنا كنا نص فرخة، ده انا جلت بيضتين الصبحية وخربت بيت ايه حسين. مش هيأثر على الرضاعة، بس تطبقي الشرط اللي هقولك عليه. ايه هو الشرط ده؟ اول هام عدد اكواب المية لا تقل عن 10 اكواب مية في اليوم. 10 اكواب مية في اليوم، 10 اكواب ميه في اليوم. لو اقل من كده خلاص كده انا الاتفاق اللي بيني وبينك اتلغى، ما تجيش تقولي لي ده اثر على الرضاعه. طيب عايزه تشربي حضرتك كوبايه شاي ولا فنجان قهوه ما احلوهوش بسكر، ليكي كوبايه واحده في اليوم تحليها بمعلقه سكر ابيض. عظمه بقى كده، اظن كده عظمه. طيب غير كده ما نقربش للسكر الابيض نهائي. ومش هيأثر على الرضاعة يا ستي؟ إن شاء الله مش هيأثر على الرضاعة، بس طبقي اللي بقولك عليه، 10 أكواب مية في اليوم بالإضافة إلى المشروبات الجميلة الحلوة. عايزة تخلي العشر أكواب دي من ضمنهم 4 أكواب
عبارة عن مرة حلبة، مرة ينسون، مرة شمر. عايزة تكتفي بالمية بس حتى في ذاتها مش مشكلة، بس لازم لا يقل عدد أكواب المية اللي تدخل جواك عن 10 أكواب أو 3 لتر مية. 3 لتر مية؟ 3 لتر مية. طيب بس احنا كلنا كتير قوي. لا يا ستي مش كتير، كده كده اللي بترضع طبيعي بتحرق في الرضاعة عدد حوالي 400 500 سعر في اليوم ككل تقريبا، يعني بالمتوسط. طيب في حاجة كمان لازم أطلبها منك، عملتيها هتخسي وهترضعي طفلك زي الفل. إيه هي؟ الطفل كل ما بيعيط بيبقى عايز يرضع. ما تجيش تقولي الطفل بيعيط لبني مش مكفيه هديله لبن صناعي. اديت اللبن الصناعي لبنك هيقل، هتبدأي تتخني لأنك بتاكلي أكل بقى مش بتطلعيه في الرضاعة، وفي نفس الوقت العيل هيتأثر. الرضاعة الصناعية دخلت مع الرضاعة الطبيعية، هيبتدي الطفل يتأثر. وهيتأثر إزاي؟ الحدوتة سهلة جدا وشرحناها قبل كده كذا مرة ولكن نشرحها تاني. الموضوع هو عبارة عن إن حضرتك سوبر ماركت، والطفل بتاعك ده الزبون اللي بيروح يشتري الحاجة من السوبر ماركت. لما أنت تيجي تبيعي له اللبن وتلاقي إن سلعة اللبن سلعة رائجة بتتباع حلو، أجيب منها كتير ولا لأ؟ أجيب منها كتير. طيب لو لقيت الطفل أعرض عنها وبدأ يشتري من سوبر ماركت تاني اللي هو الإيه؟ اللبن الصناعي، تبدأي تحط بقى على الرفوف عندك وفي المحل بتاعك نفس الكمية اللي كنت بتبيعيها، هتقولي طبعا لأ أنا ليه هبيع لنفس الكمية؟ هبيع كمية أقل. فده اللي بيحصل في ثدي حضرتك. أول ما الطفل يتعرف على نوع تاني من المشروبات، سواء كان حليب صناعي، سواء كان حتى ينسون والشمر والحاجات دي، بالنسبة للأطفال ما تنفعش أبدا قبل 6 شهور. الطفل يرضع رضاعة طبيعية بس أول عن آخر لحد 6 شهور أو لحد على الأقل 4 شهور لو هتأكلي طفلك. طيب رضعت طفلي، الطفل كل ما بيعيط اعمل ايه؟ يرضع. يعني مفيش تنظيم رضاعه، مفيش كل ساعه؟ لا، الطفل في الاول مفيش تنظيم رضاعه، كل ما الطفل يعيط رضعيه. هتقولي لي اصله بيعيط عشان لبن مش مكفيه، مش صحيح. لبنك بيكفيه، هو بيعيط عشان بيقول لك انا عايز تاني بشتري. ما هي النقود بتاعته، الفلوس بتاعته هي العياط. هيدفع لك ايه؟ ما بيدفعش حاجه. فهو كل ما بيعيط يعني بيديكي تمن، يلا اديني. هترضعي كتير هيحصل ايه بقى؟ حاجتين بيزودوا الحليب عند ثدي الام، بيزودوا ادرار اللبن في ثدي الام المرضعه. الميه الكتيره والرضاعه الكتيره، كل ما ترضعي اكتر كل ما ايه؟ كل ما الطفل ده يطلب اكتر، وكل ما تشربي ميه اكتر كل ما ادرار الحليب يبقى اكتر. اذا احنا مش محتاجين لا سكريات ولا حلويات ولا حلاوه طحينيه ولا شوكولاته ولا الكلام ده كله في حياتنا. كل الكلام ده انت ممكن تتحكي بيه على حسين عشان يجيب لك حاجه حلوه وهو مروح اخر النار، انما غير كده مش حقيقي. طيب ايه اللي هيحصل لما رضع كتير؟ هحرق سعرات كتير يعني هخس. طيب ايه اللي هيحصل لما اشرب ميه كتير؟ مش هحس بالجوع المستمر فهبدا احصل على الشبع. واللي احنا قلناه النهارده كميه الاكل اللي انت اكلتيها او اللي بتاكليها دي لو التزمتي بيها، اولا انت كده حصلتي على سعراتك الحراريه وبتحرقيها في الرضاعه. والشرط اللي احنا عايزين ناكد عليه بقى وننهي بيه كلامنا هو الحركه، فيزيكال اكتيفيتي، معدل النشاط بتاع حضرتك. تلعب الرياضة وترضعي طفلك، أو حتى لو خليت الرياضة دي الأعمال المنزلية، لو كان ليك كل يوم مثلا معدل أعمال منزلية فيها حركة فيها رايح وجاي والكلام ده، ده شيء يخليكي تخسي. طيب حسيت ان انت هفتانة وبيتسحب منك يعني حاجات كده، او كان عندك انيميا من الحمل وخرجتي من الحمل وفقد حاجات كتيرة جدا من معادن وفيتامينات، بتاخدي مع القصة دي كلها مكمل غذائي بيحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن، وعلى سبيل المثال فقط وليس مرشح ليكم، يعني في كتير جدا زي حاجة زي إليفيت. إليفيت بيبقى فيه كل المعادن اللي ممكن تحتاجها المامز في عملية الرضاعة. بشكرك شكرا جزيلا وربنا يكون في عون حسين بعد ما تطبقي الرجيم ده. طبعا ده نموذج استرشادي، يعني ممكن تفهمي الفكرة وتطبقيها كذا يوم بكذا وجبة. السلام عليكم.